في فيلم جانجو الرائع والرهيب للمخرج كوينتين تارانتينو، قدم جيمي فوكس شخصية جانجو. لا بالله احلف يا وجي. المهم جانجو كان عنده حصان في هذاك الفيلم. لا بالله احلف احلف مرة ثانية يا وجي. يا اخي اصبر يا اخي اصبر اصبر اصبر، خلي المعلومة تندر، خلي المعلومة تخرج، مستعجل الله يصلحك. بس المهم يا جماعة انه الحصان هذاك كان يملكه جيمي فوكس من قبل ما يصور الفيلم، يعني الحصان تبعه ملكه حقه، حتى ما اشتراه يعني جاء هدية. فقال يا عمي بدل ما تجيبوا لي خيل ما اعرفه ولا يعرفني ويمكن ننسجم مع بعض ويمكن لا، انا اجيب الخيل تبعي اللي معايا من سنتين واصور فيه دوري في هذاك الفيلم وتمشي الامور في السليم، وبالمره تحاسبوني انا بدل ما تحاسبون اصحاب الخيول اللي كنتوا بتستاجروها منهم. سمارت. وياب ترنتينو اعجب بالفكره وقال ياب ليتس دو ات، ليش لا، خيلك ولا خيل امك ولا خيل الجيران، جيب لي خيل اهم شيء نمثل فيه في الفيلم او نصور فيها الفيلم وتمشي الامور. كيف المعلومه بالله حلوه صح؟ لازم كذا في كل فيديو من فيديوهات شخبار هوليوود أدف لكم كذا معلومة يمين يسار لها علاقة بالسينما أو في فيلم معين أو مسلسل. زبطكم يا جماعة زبطكم. ويا هلا ويا مرحبا عزيزي الوجيه عزيزة الوجيهة، حياكم الله في سلسلة شخبار هوليوود الأسبوعية، واللي نتكلم فيها عن هوليوود وأخبار هوليوود وحاجات برضو من برا هوليوود. عرفوني يعني عندنا أنميات وعندنا شغلات ثانية برا هوليوود، مش هنركز على هوليوود بس. وكالعادة يا جماعة وعلشان لا يكثر الكلام اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم، ولو أعجبكم الفيديو الضغط على زر اللايك بيكون حاجة مرة كويسة وبتدعم القناة. وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش كلها موجودة في صندوق الوصف. غير كذا يلا بينا نخش على شخبار هوليوود ونشوف ويش صار في هوليوود وغير هوليوود في الأسبوع والأيام الماضية. سوبرمان مان اوف ستيل رجع يا جماعة، سوبرمان هنري كافل ما غيره، ياب مان اوف ستيل ما غيره راح يرجع لنا رسميا. الموضوع رسمي ما عادوا اشاعات. بعد 8 سنوات تقريبا من عرض فيلم مان اوف ستيل الجزء الاول، تم اتخاذ قرار انه مان اوف ستيل الجزء الثاني او مان اوف ستيل المكمل للجزء الاول راح يرجع. من زمان يا دي سي، من زمان يا دي سي دوبكم. يلا مو مشكلة، ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل. الى الان للامانة ما في تاريخ رسمي، ولكن الاكيد يا جماعة انه مان اوف ستيل راجع بجزء ثاني. يعني سوبرمان هنري كافل اروع سوبرمان قدموه لنا دي سي راح يرجع مره ثانيه وفي فيلم خاص له. متى وفين وازاي الله اعلم، ولكن كل شيء راح يتضح مع الوقت. ولسه يا جماعة تحسبونا خلصنا؟ برضو وندر وومن تحصل على جزء ثالث، بالرغم من اننا يعني عندنا مشاكل شخصية مع الممثلة، بس ستيل الخبر كويس. وانا للامانة خايف ومش خايف، خايف انهم يجيبوا العيد في الجزء الثالث مثل ما جابوا العيد في الجزء الثاني من فيلم وندر وومن، ومش خايف في نفس الوقت لانه دي سي بدأت تصحح ايش؟ اخطائها في عالمها، بدأت تركز على شغلها، بدأت تظبط المظابيط زي ما يقولوا. غير انه دي سي شاتت الرئيس السابق والتر هامادا، واللي يفترض انه كان جزء كبير من الفوضى والتخبط اللي كانت حاصلة في عالم دي سي. يب شاتوه برع. وفيلم بلاك آدم يا جماعة أصبح متاح للمشاهدة عن طريق صالات السينما. أنا للأمانة كان نفسي أتابعه وكنت مرة متحمس، وأنتوا عارفين قديش أنا متحمس لفيلم بلاك آدم، ولكن لما دخلت أحجز في السينما الوحيدة اللي عندنا في الطائف اكتشفت إنه السينما مقفلة، مسوين فيها صيانة، ماني عارف شو مسوين فيها صراحة. ولكني قرأت مراجعات وتقييمات لناس تابعوا الفيلم من دون حرق طبعا، وللأمانة ما راح أقول لكم إنه الفيلم أخذ مراجعات مرة عظيمة، ولكن اغلب المراجعات تقول انه الفيلم قدم مستوى مرضي جدا. والى تاريخ هذا الفيديو حوالي 1800 شخص قيموه 10 من 10. اوكي هل يستحق 10 من 10 ولا ما يستحق؟ مو شغلي ولا شغلك، بس في 1800 شخص قيموه 10 من 10، وحوالي 1500 شخص ويمكن اكثر برضو الى تاريخ هذا الفيديو قيموه 8 من 10، واغلب التعليقات والمراجعات قيموه اصلا ما بين 8 و7 من 10. والتقييم العام للفيلم إلى تاريخ هذا الفيديو برضو 7.5 من 10، واللي يعتبر تقييم جدا جدا كويس في عرف الأفلام. الفيلم لما يأخذ تقييم 7 وفوق معناته كويس، لكن المسلسل لما يأخذ لك تقييم 7 7.5 كلام فاضي. عموما يا جماعة إذا تابعتوا فيلم بلاك آدم ياريت تكتبوا لنا في التعليقات آراءكم وتقييماتكم لهذا الفيلم، اللي أنا أشوف لي صرفة وأروح أتابعه أنا كمان. وفي معلومة صراحة ما كان ودي أذكرها بس بذكرها يعني في حال إنه إيش مرة أنت فضولي. الطماطم الفاسدة من جانب النقاد اعطوا فيلم بلاك ادم 50%، اخسروكم منهم زبالين، ما عليكم منهم يا جماعه، اعتبروا ان الخبر ده او اعتبروا ان الجمله الاخيره دي ما قلتها.
ولعشاق سلسلة كريد الرهيبة، محبي عالم الملاكمة والرياضات القتالية، أحب أقول لكم أنه نزل إعلان الجزء الثالث من سلسلة كريد الشهيرة. وللأمانة يا جماعة السلسلة هذه أول جزئين اللي نزلت منها قدمت مستويات جدا رهيبة، تقييماتها ما بين 7 و7.5 وتش زي ما قلنا تقييمات جدا كويسة. وغير كذا الأفلام كلها قدمت مستويات جدا جدا ممتازة في شباك التذاكر. الفيلم راح يشارك فيه هذه المرة النجم جوناثان ميجرز اللي راح يكون كانغ في عالم مارفل يخرب بيت بليز وكيف يخوف، وبالتأكيد راح يشارك بطولة هذا الفيلم بطل السلسلة المعروف مايكل بي جوردن. ومن المتوقع عرض الفيلم في صالات السينما في شهر مارس من سنة 2023. وفي حال انك ما تابعت للجزء الاول ولا الجزء الثاني احب اقول لك روح تابعهم، لا يفوتوك شيء مرة رهيب. أيام قليلة ويمكن أقل، يمكن وقت نزول هذا الفيديو يكون باقي يوم ويمكن يومين ويمكن أقل الله أعلم، وراح نودع المسلسل الأكثر شعبية في هذه الفترة، مسلسل آل التنين أو هاوس أوف ذا دراجون. يا الله يا الله والله بيوحشنا هذا العالم القاسي والعنيف. عموما يا جماعة الحلقة الأخيرة راح تكون بعنوان The Black Queen. هذا العنوان بحد ذاته يورينا انه احنا قد نكون امام فينالي اسود مثل عنوانه. الحلقة على موقع IMDb يقال انه راح تكون مدتها 1:03. يمكن حاسبين فيها اغنية البداية ويمكن لا، ولكن هذا الكلام موجود على موقع IMDb. مدة الحلقة الأخيرة من House of the Dragon راح يكون مدتها 1:03. وفي كل حال يا جماعة هي الحلقة الأخيرة، سواء كانت ساعة ولا أقل راح نودعها ودمعتنا على خدنا غالبا، سواء لأننا حزينين على فراقه أو لأننا مصدومين من الأحداث اللي ممكن تصير في الحلقة الأخيرة. المهم يا جماعة شدوا أحزمتكم إنه الوداع، بعدها راح ننتظر سنة كاملة إلين 2024 ونشوف الموسم الثاني. وبشكل عام يا جماعة وعلى حد علمي آخر تصريح صرحه جورج آر مارتن يقول إنه مسلسل آل التنين راح يتكون من 4 مواسم فقط، يعني لو استمر المسلسل بنفس طريقة الطرح الحالية راح ينتهي في سنة 2028. الله يعطينا طولة العمر يا عمي والصحة والعافية إلى ذلك الحين. أوه لاحظت إني لابس تيشيرت وينتر إز كامينج، حركات بالصدفة والله. وقبل وقت قليل جدا من تصويري لهذا الفيديو نزل الفصل رقم 491 من مانجا هانتر الشهيرة بعد انقطاع طويل. الفصل رقم 490 نزل سنة 2018 وبعدها توغاشي سحب على أم الشعب، أتوقع 2018 إذا ما خاب ظني صح؟ أنا والمتابعين للأمانة قرأنا المانجا من بعد أحداث الأنمي قبل سنة تقريبا على منصة تويتش، وحاليا جالسين نسوي إعادة قراءة علشان نستوعب زحمة الأحداث والفوضى والشخصيات والأشياء والقدرات اللي موجودة في المانجا، لأنه قراءة المانجا مرة واحدة ما هو شيء كافي علشان تفهم الفوضى في عالم توغاشي. وقبل وقت قليل برضه من تصوير هذا الفيديو قرأنا الفصل الجديد اللي رقمه 491 على تويتش، ويا للهول فصل العودة يا جماعة، نقدر نقول عنه انه رجع بطريقة مرعبة وكانت قد التطلعات الى حد كبير. اوكي انا كنت متوقع اشياء اكثر كونه فصل العودة، بس ستيل الفصل كان مرة ممتع ولذيذ ومستواه كان جدا رهيب. اذا تابعت الفصل 491 من مانجا هانتر اثناء مشاهدة هذا الفيديو اكتب لي في التعليقات ايش رايك في الفصل. وفي خبر يعني ما راح اقول انه سعيد بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من متابعي القناة، ارتفعت اسهم نتفليكس بنسبة 14% في اخر اعلان نتائج لهم. وبقدر ما انه نتفليكس خسرت اكثر من 1,000,000 مشترك قبل فترة، برضه قبل فترة قصيرة قدروا انهم يستعيدوا حوالي 2,000,000 مشترك ويرجعوهم للمنصة. مش استعادة يعني مسكوهم من اذانيهم ورجعوهم، اقصد 2,000,000 مشترك جديد واكثر رجعوا واشتركوا في منصة نتفليكس، بالرغم من انه نتفليكس ما زالت تقدم نفس المستوى والهبد المعتاد. غير انه عندهم خطة مثل ما قلت لكم لتوفير اشتراكات رخيصة مقابل ظهور اعلانات لمستخدميها، كمان نتفليكس ناوية انها تطبق اشتراطات جديدة من ناحية الاشتراكات بحيث تقلل العبث والتلاعب اللي صاير بواسطة بعض المشتركين. تعرفون حكاية المتاجر اللي منتشرة في السوشيال ميديا اللي يبيعوا لك حساب ب5 ريال ب7 ريال وبعضهم بريال، فنتفليكس ناوية تقفل الباب هذا، عاد كيف بيقفلوه الله اعلم. بس الغريب انه بالرغم من انه نتفليكس قاعد تقدم اداء شويه مضروب او مضروب مره، جالسين يستعيدوا عدد كبير من المشتركين ويتوقعون برضه استعاده عدد اكبر في نهايه السنه. احد يسالني شلون؟ والله انا مش عارف.
مارفل يا جماعة تقول إنها تتوقع لفيلم بلاك بانثر وكاندا فور إيفر إيرادات تتجاوز 150 مليون دولار على الأقل في الأسبوع الأول من عرضه. صراحة ما أقدر ألومهم مارفل على ثقتهم الكبيرة هذه. بس برضو يا جماعة لا ننسى إنه فيلم بلاك بانثر وكاندا فور إيفر واحد من أكثر الأفلام المنتظرة في عالم مارفل ويعد أحد أهم الأفلام القادمة مثل ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة. جدير بالذكر يا جماعة إنه الفيلم نزل له إعلان إضافي وضحت فيه بعض التفاصيل الجديدة وكمان شفنا فيه لمحة أوضح لبعض الشخصيات الرئيسية مثل شخصية بلاك بانثر الجديدة وشخصية آيرون هارت ونيمور وغيرها من التفاصيل البسيطة. وبشكل عام يا جماعة الفيلم باقي له أقل من شهر من تاريخ هذا الفيديو وراح نقدر نتابعه في صالات السينما. أهم شيء إن شاء الله ما ينزل الفيلم في صالات السينما إلا والسينما اللي عندها رجعوا افتتحوها وشافوا لها صرفة. ومعقول أقعد أشغل سيارتي وأنزل جدة ولا أروح وإيش أسوي أنا؟ مسلسل سيفرنس أو الانشطار أو الشطر سميه ما شئت، الموسم الثاني يا جماعة جالس ينطبخ ويتجهز بحيث نشوفه بمشيئة الله تعالى في شهر مايو من سنة 2023 القادمة. وأكرر 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 ثلاثة تكرارات، لو تحب الخيال وعندك عقلية تطرح أسئلة وجودية وفلسفية ما بين الحين والآخر أحب أقول لك إنه مسلسل سيفرنس راح يشبع هذا الجانب عندك، فرجاء لا يفوتك. مسلسل رهيب ومخيف وممتع يا ساتر. وعلشان أعطيك فكرة عن قصة المسلسل في حال إنك ما تدري إيش سالفته رغم من إني قلت قصته في أكثر من مكان، قصة المسلسل عن شخص يقرر إنه يقسم دماغه إلى قسمين بحيث يصير عنده شخصيتين، شخصية يداوم فيها ويروح فيها للعمل وشخصية ثانية يعيش فيها حياته الطبيعية. دماغه لما انقسم نصين صار عنده شخصيتين وكل شخصية عندها تفكير خاص وذكريات خاصة. فكرة تلحس المخ. كل اللي بقدر أقوله لك اسمع كلامي واعطي هذا المسلسل فرصة، ولو ما عجبك اسحب عليه، الموضوع بسيط. فيلم ذا فلاش لسه ما نزل صح يا جماعة؟ هيا أحب أقول لكم إنهم بدأوا يشتغلوا على سيناريو الجزء الثاني من الحين، أقدح من كذا ما فيش يا دي سي. الجزء الأول جاهز تقريبا وبشكل كبير، ومثل ما قلت لكم لما تم عرضه عرض مبدئي على عدد مجموع من المشاهدين حصل على مراجعات مبدئية جدا ممتازة، غير إنه الممثل إزرا ميلر زبط أموره وبدأ يرجع لحياته الطبيعية، لأنه مثل ما أنتم فاكرين الولد سوى مشاكل وهيصة ولكنه بدأ يتعالج ويزبط أموره. الزبدة يا جماعة إنه فيلم ذا فلاش الأول أموره طيبة جدا وراح ينزل في سنة 2023، الجزء الثاني من ذا فلاش شغالين على السيناريو تبعه. يسعد أم 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 أمكم يا دي سي يا شيخ. هذا الكلام. وبالحديث عن المسلسلات العملاقة والرهيبة، أوكي مو ذا فلاش يعني الخبر اللي قبله سيفرنس، نزل تيزر بسيط للموسم الرابع من مسلسل سكسيشن واللي انتهى موسمه الثالث بتعليقة ما تتمناها لا لعدو ولا لصديق، ولكنها كانت نهاية مجنونة يا ساتر. ولا أدري هل التيزر نزل بشكل رسمي ولا مسرب، لأنه توفر بجودة مرة عادية على اليوتيوب ومن قنوات غير رسمية برضو. عموما وعلى كل حال يا جماعة الموسم الرابع قادم سنة 2023 وما في تاريخ رسمي ودقيق لموعد نزوله إلى الآن سوى أنه راح ينزل في سنة 2023، ولكن التيزر البسيط والصور المسربة تقول أننا أمام موسم رابع قد يكون واحد من أروع المواسم في هذا المسلسل. والمسلسل بشكل عام يا جماعة قد ما أطبل له شهادتي فيه مجروحة. وفي حال كالعادة ها كالعادة وفي حال أنك ما تابعته أحب أقول لك عيب يا أخي، عيب عليك يا أخي، مو كل مسلسل أسولف عنه تطلع ما تابعته. روح تابعه يا أخي، روح تابعه واستمتع بواحدة من أجمل الرحلات في عالم الأعمال والثراء الفاحش والمضاربات على السلطة. أوف أوف خليني ساكت لا أبدأ أخش في التطبيل. وبس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية فيديو شخبار هوليوود من هذا الأسبوع. إذا أعطوا لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم، وتعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والتويتش والديسكورد كلها موجودة في صندوق الوصف. كم معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.